القراءة حرف الزال. أولا أحدد المقطع الذي فيه صوت الزال. ذا ها بون صوت الزال في أول الكلمة في المقطع ذا. با زين جا نون صوت الزال في وسط الكلمة في المقطع زين. تل مي زون صوت الزال في آخر الكلمة في المقطع زون. ثانيا أحدد حرف الزال. زا ها بون حرف الزال في أول الكلمة. لا زي زون حرف الزال في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. ذو بالون حرف الزال في أول الكلمة. ثالثا أقرأ. عز عزب ز زميم ذو زرر زي بازر ز زابل ذو بذور زي لذيذ زن رزازا زن لذيذ زين ملاذ زن في لذيذ زين في ملاذ.